طيب هنتكلم عن التايم كومبلكسيتي. هم لقوا ان معظم الالجوريزمز بتتاثر بالسايز بتاع الانبوت، بمعنى ان احنا مثلا لو بنعمل سورتنج للاري فيها 3 اليمنتس، مش زي ما نعمل سورتنج للاري فيها 10 أس 9 مثلا اليمنتس. نفس الكلام مثلا ممكن ان احنا بنسيرش على اليمنت في اري فيها 10 اليمنتس، مش زي ما بنسيرش في على في array فيها 10 أس 5 elements أو whatever يعني. فالفكرة إن احنا لازم نعرف نحسب ال input size. inputs size تمام. ساعات حساب ال input size ده بيكون في بعض ال algorithms مثلا بيبقى من input واحد، مش شرط يكون كوليكشن زي مثلا array او linked list او whatever. ممكن يكون مثلا عندنا algorithm بتحسب بتشوف الرقم ده prime ولا لا، is prime، هي بتاخد n، والn ده ممكن يبقى رقم صغير مثلا زي 7 وده ويطلع true، والرقم ده صغير جدا، وممكن يبقى رقم كبير، رقم مكون مثلا من مثلا مش عارف 200 300 ديجيت تمام. واحنا عايزين نشوف ال 200 ديجيت دول بيمثلوا رقم برايم ولا لا. فعدد الاوبريشنز اللي هتحصل بسبب ال 200 ديجيت دول بيبقوا كتير جدا، يعني البادي بتاع الفانكشن اللي اسمها is prime دي بيبقى في اوبريشنز كتير جدا بتحصل، وبيقعد يجيب ارقام اصغر من الرقم المكون من 200 ديجيت ده ويحسب عليهم عمليات وكده. فهيكون داخل لنا مثلا رقم زي 6 5 5 3 7، ده رقم برايم. الرقم ده هو رقم انبوت واحد، مش اري فيها كذا element. فهما بيحسبوا بقى الانبوت سايز ان هما يجيبوا عدد البيتس بتاعت الرقم ده من خلال الفورميلا دي، ان هما بيقولوا log 2 of n اللي هو في الحالة بتاعتنا 6 5 5 3 7 plus 1، ويقولوا ان دي الانبوت سايز.